فمن سمعت واحد المعلومة قلتيها بفمك وفحقها صدماتني، هي أنك بصح عاودتي التاسعة، سقطتي في التاسعة. يعني هنا كنشوفوا سميت كيجينا نموذج للشاب المثقف القاري، وأنك علاش سقطتي؟ والله ما نموذج، شوف أنا راه بحال عجنتي شي واحد، ما باش التعبير صعلوك مع شي واحد اللي مالك راه فيا كل شيء. شوف أنا التاسعة كانت دابا كنوقع لي واحد الصدمة واحد الوقت، دابا ولا مدارس الحره ولا لي زيكول بريفي دابا ولاو بزاف، وكاين دابا حتى الكوليج ولي سي بريفي. انا قريت الابتدائي في مدرسه حره، في مدرسه ابتدائيه حره يعني ديال الفلوس، وكان الكوليج ولي سي عموميين يعقوب منصور الحسن الثاني. ملي طلعت للسابعه بان لي واحد الديكراج كبير بين حنا اللي كنا كنقراو في مدارس الحره والدراري اللي كانوا كيقراو في مدارس حكوميه. يافي ان ديكراج، هذا ما كيمنعش بانه كانوا دراري مجتهدين بزاف من المدارس الحكوميه، وكنعقل عليهم حتى بسميات، كانوا تبارك الله عليهم شعله. ولكن حنا ما كنا مجهدين فرونسي، وكنا العربيه ميتريزينا مزيان والمات مزيان فيه، وداك بدينا كنترخاو. دونك هذيك ثلاث سنين السقطه ديال التاسعه ما كانش غير مشكل ديال التاسعه، كان واحد التراخي اللي بدا من السابعه. السابعه جبت 13 و 12 في المعدل، في الثامنه جبت 11، وفي التاسعه جبت 10 في الدوره الاولى و 9 و 9. وانت سقطت؟ وانا نتقردع. وهذه دارت لك العقل. وجبت 9.98، لا جبت 9.97، واخر واحد نجح نجح 9.98، اقسم بالله الخط على سميتي. دونك سيتي تري تري دور، ولكن كنبقى فيا الحال، بقى فيا الحال وفهمت. وشنو راه ما بقاش فيا الحال وتسقطت، انا راه ما جوسي اونتي سيستيم، انا راه ما كنتسوقش، بقى فيا الحال كيفاش الناس تعاملوا معايا مور ما سقطت. كيفاش تعاملوا معايا؟ خايب. كيفاش غيتعاملوا معايا؟ هذاك سقط. يا الساقط. وي في الزنقه. ولكن حتى من الناس اللي قراب ليك وكيكونوا عزاز عليك كتحس بواحد النظره شويه ديال زعما راه ضيعتي مستقبلك كامل، زعما ما تكونش منو الكاينه. فاشي اللي راك فاشي. اكزاكتومون. فهمت؟ ما وقع لي لو ديكراج كنت في قناه صغيره وكلشي كيقول تبارك الله عليه وهذاك وما عرفتش شغيكون وما عرفتش شنو هذاك، دونك جيتي كنت في واحد النظره اللي هي كبيره في عيني الناس، ومور ما سقطت بحال طاح ديك الجبل كامل. وجي في لي دو. وقلت كي بغيتي تعيش في حياتك، بغيتي الناس يشوفوك هكا ولا يشوفوك هكا، ما عندكش اختيار واحد اخر. وانا نقول عرفتي شنو جمع. وتا الوالد الله يرحمه ديك الساعه فاتخذ القرار، قال لي غادخل تقرا الاسبانيوليه، دخلت تقرا الاسبانيه، وقال لي ما غاتزاد عليك حتى شي حاجه تنسالي هذا العام ديال التاسع. يعني حرمك من كل شيء، الصباط اللي كنتي كتلبس والصبر ديالك كنتي كتلبس، الحوايج اللي كنتي كتلبس والكتوبه واللعيبات وهذاك، حتى شي حاجه ما غاتبدل. درس قاسي ولكن عطى النفع ديالو.